سميرة اش كديري هنا؟ جيت غير باش نشوف شريفة. المعلم الغدر هذا، هذا يهرب شي واحد يهرب بوحده. باقي ما جاوبتش. يا انا يا الغندور. كيبان لي بانه ما عرفتش واش نسميوه سر او شي حاجه اللي هي ناس كتخدم، ناس عندها رغبه تخدم، ناس كتخدم احترافيه، ناس اللي كيقلبوا. يعني ملي كنقول ناس معناها بان من الانتاج، من الاخراج، من كتابه السيناريو، من التشخيص، من كل ما هو تقني، يعني كل مكونات ديال باش نديروا عمل درامي مغربي اللي يمتع المغاربه ويمتع كل من شافوا. هذا ناس اللي عند كتحس بالمسؤوليه اللي عندها، المسؤوليه اللي كانت عندنا واللي هي كانت الحافز ديالنا واللي هي كانت اللي كتحمسنا اكثر وتشجعنا، هو انه كلنا كانت عندنا واحد الرغبه ديال علاش انه الدراما المغربيه ما تزيدش تطور اكثر واكثر، شنو السبب. فيعني حنا كناس كنخدموا كفنانين كمبدعين، يعني كل هاد الستاف اللي كيخدم يخدم في هاد العمل، يعني خصنا نديروا اللي علينا. المهم حنا نديروا اللي علينا والباقي نشوفوه من بعد. ما نقولوش بان خصنا كذا ولا ناقصنا كذا ولا ما عندناش ولا كذا، ولكن كيخصنا نخدموا، كيخصنا نبينوا على انه فنانين مبدعين مغاربه عندهم غيره على بلادهم، عندهم غيره على الدراما المغربيه. بغينا نشوفوها احسن، بغينا انه المغاربه حتى هما يبداو يفتخروا بالدراما ديالهم، يبداو يفتخروا بالمشخصين ديالهم، بالمخرجين ديالهم، بالكتاب السيناريو ديالهم، بالتقنيين ديالهم. يعني هادشي كله عندنا وبغينا نقولوا لكل المغاربه بانه راه قادرين نديروا احسن واحسن. شوف المغاربه ما باغيكش تكذب عليهم، المغاربه باغين اللي يكون صادق معاهم، ما باغينش تمثل عليهم، ما باغينش تمثل، باغين تشخص ليهم انه ملي كتكون في واحد الحاله خاصك تاديها بصدق بحب. يعني تقنعوا، الا كنت قتال فخصني تقنعني بانك انت قتال، كنت انت واحد الانسان اللي مؤدب وظريف وكذا خصك تقنعني، كنت كدير شي حرفه خصك تقنعني بانك كديرها، الا كدير طبيب راه خصني ملي نشوفك نحس بك بانك طبيب. يعني هادشي كله اللي بغيت نقول هو انه فيه خدمه. يعني كيخص انا في نظري كيخص المشخص يكون مسكون ومهوس بالدور ديالو. يعني انا الغندور ماشي قدام الكاميرا عاد كنجبد الغندور، ما يمكنش. الغندور كينعس معايا، الغندور كيفيق معايا، الغندور كيمشي معايا في الطريق، كنكون غادي وتندير تنحاول الصوت كيفاش، تنحاول كيفاش نتمشى، كيفاش النظارات، كيفاش ردود الفعل ديالو. يعني هادشي خاصك تكون مهوس به، ماشي تحطو ملي قدام الكاميرا عاد تبغي تجبدو، ما يمكنش. لانه انا بالنسبه لي المشخص راه كيولي شخص اخر، يعني شخص اخر بمعنى انه الدواخل ديالي ما كتبقاش ديالي انا هي باش خدام، تتولي هي ديال الغندوري اللي عندي لداخل. حيت انا ماشي بحال الغندور، ها الكبيره ماشي هي الكبيره، السعديه لاديب ولا هدى الريحاني ولا السعيد سعيد اللي سميتو اللي لعب ستوف ولا الكاتورز ولا اسمحوا لي ما نذكر، لا بغيت نذكر كل شيء. راه يعني كلهم، يعني كل راه كتحس بانهم ما بقاوش هما، لما تشوفوا في الزنقه تشوفوا في الشارع غادي تلقى حاجه اخرى، لكن كلنا ذاتنا كنسلفوها لواحد العقليه اخرى، لواحد الشكل اخر. لا بغينا نقولوا ريتك وقلبك وكبدك وكل شيء ما كيبقاوش ديالك، كيوليو ديال الاخر. الظروف اللي ساعدت أناس واللي ساعدتني واللي ساعدت كلنا اللي كنا مشاركين هي ديك اللي قلت لك، هذيك الظروف هي اللي ساعدتنا كلنا. ثم أنه لا بيناتنا واحد التنافس شريف،
التنافس هو أنه كل واحد بغي يكون صادق أكثر في الدور دياله، كل واحد حس بأنه خصو يتقمص الدور الشخصية دياله كيف كيخصو كيف كيخصها تكون. يعني ملي كتلقى واحد جدي قدامك ولا كتلقى واحد الممثلة يعني خدامة قدامك، ملي كتشوف ليها في عينيها تتبان لك النار شاعلة في عينها، ما يمكنش تتبقى بارد، لا بد حتى انت كتشعل، لأنه احنا المشخصين واحد تيحرك الآخر. إلا تزير على شي واحد وقع ليه شي ظروف صعيبة، مات ليه شي حد وقفتي قدامه وتتلقى عينيه مجمرة، لأنه الداخل ديالو الجمرة عنده الداخل اللي كتخرج في العينين، فلا بد غير تأثر فيك. يمكن انت تقدر انت تبكي ولو أن هذاك السيد اللي مات ولا ما يجيكش، ولكن هو اللي أثر لك كتر عليك بالحالة ديالو. إذن الحالات اللي كنا كنعيشو احنا مجموعين كانت وحدة كتأثر في الآخر، كل واحد كتأثر. كيف ما كان التأثير اللي شفناه ما بين الكاتورز وما بين فرح الفاسي وردة، شوفوا ديك العلاقة كيفاش كانت جميلة جدا وكيفاش الناس حبوهم، ولو أنه كاين واحد الاختلاف، أنه واحد اللي بغينا نقوله بحال اللي في الدور اللي هو كيفاش داير وكيفاش كيتعامل وكيفاش بالصحة والوشام وكذا، وحدة تنشوفوها كيفاش دايرها، ولكن رغم ذلك الناس حبوهم. علاش باش حبوهم؟ لأنهم هما هذاك الصدق اللي أدوا به الشخصيات واللي كل واحد كان في الشخصية دياله، واللي الحب اللي وصلوا ليه أنه بالصح. تتحس ملي كتشوف يعني فرح الفاسي كيفاش العينين ديالها كيفاش كتبكي، ماشي بكاء متصنع، لا بكاء تتحس به جاي من الداخل، تتحس به بأنها حبت هذاك السيد. فواحد الوقت اللي تهو تيقول لي الا متي كنت نقتلك وكذا، كيفاش تيقول تيبان لك داك الحماق ديال الحب. يعني الناس ملي كيحبوك يوصلوا لواحد المستوى اللي كيمكن يقول اي حاجه. هو قال ليها، قالت ليه كنت نموت، قال لها كون مت نقتلك. ما يمكنش واحد تقول ليه راه كون مت نزيد انا نقتلك، مات، ولكن داك الحب اللي حبها واللي شاف من جهتها والعلاقه اللي كيفاش مبنيه ولات بيناتهم شيء جميل جدا. والمخرج كيلعب دور في كيفاش كينسق ما بين الشخصيات وكيفاش كيعطيهم محركات ديال انهم يتحركوا قدام بعضياتهم. وهذو الشخصيات الاخرى نشوفوا الكبيره كيفاش في الدور ديالها شيء جميل جدا، بواحد السبونتانيتي، بواحد طلاقه، بواحد يعني هدى الريحاني، كيفاش الحاله ديالها اللي ملي كتشوف مع تتشوف بأنه السيد اللي كانت كتبغيه وكانت يبغيها وجات وحده اللي غتزوج، يعني واحد المستوى عالي عالي جدا. يعني راه ما فيها باس اننا نعترفوا ببعضياتنا، نعترفوا بأنه شي واحد اللي عطاه شي حاجه راه خصنا نعترفوا. ثقافه الاعتراف راه مزيانه، هي مزيانه لينا حنا كلنا اللي كنعملوا في هذا الميدان هذا. راه الا نجح بالقصور هو نجاح الدراما المغربيه ككل، راه الا دار بلاصتو بين القصور ما بين الدرامات العربيه الاخرى في شاهد وفي ام بي سي، راه هذا في صالح الدراما المغربيه اللي نتمنوا دائما نكونوا من حسن لاحسن. شوف هذه القضيه ديال انه تلعب، انا درت هاد الميدان او ماشي انا، هو المشخص هادي الخدمه ديالنا، هي يعني انه مرات تلعب تبيع المخدرات، مرات تلعب دور ديال الكوميسير، مرات تلعب دور ديال البنكي، مرات تلعب وزير، مرات تلعب دور ديال المدير ديال شي حاجه شركه، مرات معلم، مرات تلعب استاذ، مرات تلعب في البحر يعني بحار، مرات تلعب تسوق طياره، يعني على حساب كل الشخصيات. يعني ماشي لانه لعبتي دور ديال المخدرات معنا يعطيوني الدور بانني غنلعب بزناس نقول لهم لا انا ما كنلعبش هذوك الادوار، لا هذا دور ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي، ولكن راه كتقدم واحد بواحد الطريقه غير مباشره. راه معناه ملي كنشخصوا راه حنا كنبينوا العيوب ديال واحد الشخصيه، ملي كنبينوا مثلا كنديروا شفار ولا شي واحد دجال، حنا كنقولوا ها شنو كيخص باش الناس تشوف والمسؤولين يشوفوا وينوضوا يحاربوا هاد الشخصيات هادو. حنا غير كنبينوا الدور ديالنا شنو هو. ملي تكون واحد الامراض في المجتمع فالدراما والفن والابداع بصفه عامه هو كيحطها، هو كينشرها باش المسؤولين يشوفوا ها شنو كاين في المجتمع عندنا،
يمكن خصكم تحيدوا هذا الشيء وكذا وتجندوا ليه باش نحيدوه مجموعين مثلا. هذا هو الدور ديال الفن. لهذا ماشي انا ما عنديش ما معاش الناس اللي كينتقدوا يقول لك لا هذا لعب هذاك ما خصوش يلعب هذاك الدور، كان كيلعب لنا واحد الدور ديال الانسان مزيان طيب لكذا ما خصوش يلعب. لا ما يمكنش، انا ما متفقش معاه ماشي 100% مليون في الازميته ما متفقش معاه، لان انا هنا الحرفة اللي كندير تشخيص، انا مشخص وغادي نشخص دور ديال بائع المخدرات ولا شي واحد اللي كيبيع الخمور ولا شي واحد اللي كيسير ريستورون فيها ولا بار. ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال، ما ديال واش يزيدو ما عرفتش لحد ساعة هو ما كاين حتى شي حاجة. كو كانت غتكون في راسنا بأنه راه غادي يكون جزء ثاني وثالث بحال الشكل اللي وقع في سلامات أبو البنات، ولكن ما نظنش لحد الساعة. لكن نبغي نقول لكل الجمهور المغربي ولكل المغاربة اللي كيتبعوني أنا ولا اللي كيتبعوا الدراما المغربية ولا كيتبعوا السينما ولا كيتبعوا الإبداع والفن المغربي، كنقول لهم بانه كونوا على يقين باننا كنديروا مجهودنا باش اننا نرضيوكم، بان نكونوا عند حسن ظنكم، كنديروا كل ما في جهدنا. يعني المهم عندنا باش نتوما تتمتعوا، باش نتوما تجلسوا واحد الجليسه في الدار وكتفرجوا في عمل تلفزيوني مسلسل او فيلم او اي مسرحيه، باش نتوما تكونوا تتعيش واحد النشوة، تتعيش واحد المتعة مع وليداتكم مع عائلاتكم. حنا يكونوا متيقنين راه حتى شي واحد ما كيبغي الفشل، حتى شي واحد ما كيبغي السقوط، حتى شي واحد ما كيبغي يدير واحد العمل. راه اي واحد كيدير شي عمل الا وتيقول يا ربي يعجب المغاربة، يا ربي يعجب المغاربة. يعني حنا راه باقين كنديروا في تجارب وكنجربوا في بعضياتنا وكنستافدوا مع بعضياتنا، ولكن غيجي واحد النهار ان شاء الله اللي غادي يكون كل شيء مزيان وغادي تبداو تشوفوا الاعمال اللي ترضيكم. وراها بالنسبه للدراما المغربيه راها بدات، وانتم بديتوا يعني دابا كنشوفوا الرضا ديالهم على هذه الاعمال، على واحد المجموعه ديال الاعمال اللي كدوز انا، فهذا شيء جميل جدا. وان شاء الله كنتمنوا كل الناس اللي كيعملوا في هذا الميدان، كل المسؤولين على هذا الميدان هذا، انه يبذلوا مجهود كبير حتى اننا نوصلوا لواحد نزلوا لواحد المرتبة عالية. والمغرب كيف كنشوفوه اللي كيعيش في سلم، الحمد لله في سلم وفي سلام، وكيفاش عايشين وبلادنا كيفاش في هاد يعني بخيراتها بجمالية ديالها بالموقع الجغرافي ديالها فهاد شي كل شي. كنتمنى انه يجي واحد النهار اللي نوليو احنا رائدين، المغرب رائد على في الدراما وفي السينما وفي الفن، لانه كل الاجواء كتساعدنا باش نكونوا هذا الشيء. الا كنتمنوا انه في يعني يدخلوا الناس اللي عندهم اللي مرفع عليهم رب العالمين انهم يدخلوا في هذا الميدان في الانتاج ويستثمروا في الميدان. تنتمنى ان الدوله عاود تلقى كيفاش تهضر مع كيفاش تساعدهم باش يدخلوا يستثمروا في الميدان، يستثمروا في الدراما، يستثمروا في السينما، يستثمروا في المسرح. يعني الا كان هادشي غتكون واحد المنافسه قويه وغادي نزيدوا القدام ان شاء الله.